وانتم ان شاء الله شو تعرفون عن موضوع امي؟ موضوع الزواج عادي كلنا نعرف يعني. اوه ما شاء الله صراحة اصفق لك، يعني تدرون وساكتين. واحنا موافقين، شو اللي يمنع زواج انسانة تستاهل انها تتزوج؟ حبيبتي موافقتكم ما تساوي بيزة عندي. ترى احنا لنا راي وانتي لك راي، بس الراي المهم الاول والاخير حق خالتي. ايه على فكرة هذا مستقبلها ومصيرها، هي اللي تحدده مو انت. اي مستقبل اللي تتكلمون عنه صاحين انتو؟ المستقبل اللي انا اشوفه يا يمه، وانتي سلوى بنتي. يمه الكلام هذا ما يدش العقل. لاني انا عجوز ومن حقي اتزوج. يمه ما قلت كذي. سلوى انت تعتبريني ميته ولا شو؟ ميته في عيونك؟ يمه ولا قلت كذي يمه. على الاقل قولي يمه اسم الله عليك، بعد عمر طويل قاعده تلعلعين ما كنها امك. سمعوني عاد، الظاهر انا عطيتكم مي وايد. مكالمة واحدة مني حق ابو سلطان ينتهي الموضوع، وهذا الميدان يا انا يا انتو. صدقوني عندها حق باللي قالت. خلاص انسوا الموضوع، انا هم بغير رايي ما بتزوج. ليش؟ ليش يا خالتي تخليني تخرب عليك وتأثر على حياتك؟ ليش؟ هذا أبسط حق من حقوقك، أنت إنسانة. وبعدين سلوى شخص واحد، يعني رأيها ما يمثل شيء، ما عليك منها. قلت لكم خلاص غيرت رأيي، ما بدي أتزوج. تروح تقول حق أبو سلطان ويسأل مني، لكن لو أبو سلطان.